بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع. شهر رمضان ضيف عزيز بيجيلنا في السنة مرة واحدة بس، شهر ربنا فضله على شهور كتير. ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه أوقات مباركة، لا هو كله على بعضه وقته مبارك. ما ينفعش نضيع على نفسنا بركة شهر رمضان، ما ينفعش نستفيد بكل لحظة في الشهر المبارك، ما ينفعش ما نكونش مستفيدين بلحظاته في الدعاء وننجح في أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوتنا ونتقرب إليه في كل لحظة حبب إلينا أن احنا نتقرب إليه فيها. رمضان المبارك ببركاته ونفحاته والمدد الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله فيه، في أوقات كتير ممكن نستفيد بيها في أن احنا ندعي ربنا. الدعاء قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة، وقال رب العزة سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، وقال رب العزة سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا سبحانه وتعالى قريب من عباده اللي بيتقربوا إليه في كل وقت ممكن تكون فيه فرصة للاستجابة. للدعاء أداب وللدعاء أوقات كريمة وعظيمة ممكن ندعي ربنا فيها. من أداب الدعاء إيه؟ إننا نكون مخلصين إلى الله سبحانه وتعالى في الطلب. يعني إيه؟ أكون واثقة وأنا بدعي رب العزة سبحانه وتعالى إن هو هيستجيب لي، لأنه هو سبحانه وتعالى قال عن نفسه أنه عند ظن عبده به. فإننا لو ظنيت في رب العزة إن هو هيستجيب لي، فسبحانه وتعالى عز وجل هيستجيب بفضله وكرمه. كمان إن أنا أخلص النية في دعائي وأتيقن في رب العزة، وأنتقل لمرحلة تانية إن أنا لما آجي أبدأ الدعاء أبدأ دعائي بالثناء على رب العزة، وإن أنا أحمده وأبدأه بالصلاة على خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وأختمه بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فشيء بدأ بالصلاة على المصطفى وختم بالصلاة على المصطفى بإذن الله ربنا يتقبل الدعاء مننا بهذه الآداب. كمان أتخير الأوقات المناسبة لاستجابة الدعاء. في أوقات كتير ممكن أتخيرها، منها شهر رمضان كله، أوقات السحر، الثلث الأخير من الليل، بين الأذان والإقامة، والإنسان وهو ساجد فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كمان إن الإنسان يكون أكله حلال، طعامه حلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الإنسان لما يكون مطعمه حلال يكون قريب إلى الله عز وجل، ويكون دعاءه مستجاب وأعماله مقبولة. الدعاء أمر عظيم جداً، ربنا سبحانه وتعالى جعله باب عشان نتقرب إليه وعشان نحس إن فيه أنس بالله عز وجل، وإن أنا لما أكون في ضيقة أتقرب إلى العلي العظيم القادر اللطيف بعباده. تقبل الله منا ومنكم الدعاء واستجاب لنا ولكم، وجعلنا دائما في القرب منه سبحانه وتعالى أو بالقرب منه سبحانه وتعالى، وجمعنا والحبيب المصطفى في رحابه عز وجل، وسقانا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. VK